السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة اللواء أركان حرب جمال حماد كاتب البيان الأول لثورة يوليو عام 52 وأحد كبار قيادات الضباط الأحرار. سيادة اللواء مرحبا بك. مرحبا يا فندم. توقفنا في الحلقة الماضية عند انفصال السودان عن مصر عام 55 وإعلان استقلالها في أول يناير عام 56، حيث كلف عضو مجلس قيادة الثورة صلاح سالم بأن يحمل ملف السودان. هل كان صلاح سالم مؤهلا لحمل ملف كبير مثل ملف السودان؟ صلاح سالم مسك ملف السودان بطريق الصدفة. إزاي؟ ليس إلا كيف؟ إن هو كان قاعد يعني مساعد أو في هيئة سكرتارية الرئيس محمد نجيب، فكلمه حسين ذو الفؤاد صبري، المقدم حسين ذو الفؤاد صبري اللي بيشتغل في رئاسة أركان القوات المصرية في السودان، فبيتكلم عاوز حد يكلمه، فرد عليه صلاح سالم بالصدفة، بطريق الصدفة اللي قاعد على التليفون، بطريق الصدفة، فقال له ده في ناس جايين هنا بيشتكوا، كانوا أصلهم عساكر في الحدود، في سلاح الحدود في مصر، وخلصوا خدمة ورجعوا السودان، فبيشتكوا بيقولوا ان هم ليهم مكافآت ولهم فلوس ما خدوهاش، فعاوزين هذه الفلوس. فصلاح سالم قال لهم هذا الكلام، قال له طيب، قال لمين؟ لمجلس قيادة الثورة؟ اعمل بقى يعني كلم مجلس قيادة الثورة الناس دول، فقالوا له طيب انت بقى يعني رد عليهم قول كذا، وكل بقى ما يجي حاجة في السودان يقولوا له يلا يا صلاح سالم، على أساس ان هو دون أي خبرة أو معرفة ولا أو حاجة أو أي شيء، ويعني هو اتولد هناك صحيح، لكن هو لا علاقة له بالسودان ولا يعرف شيء عن السودان خالص. بعدين هو بالذات رجل غير دبلوماسي، يعني رجل عصبي، هو يعني مزاياه كثيرة جدا انه راجل ذكي وراجل عاقل يعني يفهم كويس، لكن شديد الانفعال، يا اما مثلا يعرف واحد يحبه جدا يا اما واحد يكرهه جدا، ما عندوش وسط. فيعني فهو ما كانش يعني في الحقيقه يقدر يمسك قضيه زي قضيه السودان. المهم ان في النهايه حينما حمل ملف السودان كان الملف اكبر كثيرا منه، وكان يتعامل مع السودانيين بعجرفه واستعلاء، حتى ان السودانيين يعني كانوا فيما بينهم يقولون هل تقبلون بهذه المعاملة التي يعاملها بكم الضباط المصريون. واستقلت السودان عن مصر وهي كانت تمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي لمصر من كل النواحي. هو من الأسف أن محمد نجيب بقى، رغم أن أنا انتقدته في الحلقة الماضية على تنازلاته، إنما كان في موضوع السودان ده رجل الساعة في مجلس الثورة فيما يتعلق بالسودان، لأنه هو السودانيين بيحبوه جدا وبيعتبروه نصف مصري ونصف سوداني. نعم. على اعتقاد أن أمه سودانية. نعم. هي في الحقيقة مصرية مش سودانية، لكن هو بالنسبة للونه وبالنسبة لولادته في السودان وبالنسبة للهجته في الكلام كان يمثل كثير جدا يشبه السودانيين، فأحبوه حب كبير جدا. وبعدين أنا كنت بشوف لما كنت بروح له وأنا أركان حربه، كنت بلاقيه باستمرار عنده في البيت عازم ناس سودانيين، ويقول لي تعالى كل ويكة معانا ومش عارف إيه كلام زي ده، يعني كان محبوب جدا من السودان. حتى إن عبد الرحمن المهدي باشا اللي هو زعيم حزب الأمة واللي هو ألد أعداء الوحدة مع مصر، لما جه وكان محمد نجيب رتبة المقدم وقتها، وجاء مصر هنا عمل زيارة، ما راحش لأي حد في بيته غير راح لبيت محمد نجيب. معنى ذلك أن لو بقي محمد نجيب رئيسا لمصر لم يكن للسودان أن تنفصل عنها؟ لا يمكن كانت تنفصل، ده هو سبب الانفصال الأول بين مصر والسودان، هو شيل محمد نجيب وشعور السودانيين بالخطر، أن يقول لك إذا كانوا عملوا كده
في رئيسهم وقائد ثورتهم، يبقى هيعملوا فينا ايه؟ من يتحمل مسؤولية ضياع السودان وانفصالها عن مصر وخسارة مصر لعمقها الاستراتيجي الجنوبي؟ بلا شك ان يتحمل هذا في المباشر يعني في هذا هو صلاح سالم طبعا، لان هو السياسة بتاعته يعني بعد ما وصل الحال بان الحزب الوطني الاتحادي بعد ما محمد نجيب وحد كل الاحزاب الاتحادية المبعثرة وخلاها في حزب واحد وبرئاسة الازهري اسماعيل الازهري، وبعدين دخلوا الانتخابات فاكتسحوا الانتخابات، نعم، واصبح البرلمان هناك مصر يعني كله بتاع الوحده مع مصر، نعم، والمجلس الأم بتاع حزب الامه بتاع المهدي اقليه، نعم، وكل الناس اعتقدت تماما ان الوحده قادمه لا شك في ذلك. فكون النتيجه ان الحزب الاتحادي والبرلمان الاتحادي والرئيس الحزب الاتحادي هم اللي يعلنوا استقلال السودان عن مصر، في اكتر من كده بقى؟ عبد اللطيف البغدادي افرد فصلا كاملا من مذكراته، هو الفصل السادس من الجزء الاول للحديث عن ازمه السودان وما طبيعه ما قام به صلاح سالم وكيف تم التفريط في السودان بعد ذلك لعدم قدره الثوار على حمايه العمق الاستراتيجي لمصر. طبعا احنا خسرنا خساره استراتيجيه لا يمكن تلافيها او تداركها، لان السودان هو العمق الاستراتيجي الحقيقي لمصر. يعني الوحده مع سوريا مع اهميتها ومع مزاياها لم تكن تساوي كثيرا بالنسبه للوحده مع السودان، لان دي الوحده الطبيعيه لانها امتداد لمصر في الجنوب. هل ده لان على مدار التاريخ كان اللي بيحكم مصر دائما يحكم السودان من اجل منابع النيل والعمق الاستراتيجي؟ طبعا الفراعنه كلهم كانوا السودان بيضموه الى مصر، نعم، ومحمد علي ضم السودان الى مصر، واسماعيل باشا ضم السودان الى مصر لغايه منابع النيل لغايه اوغندا، نعم. فالسودان ده وفي بقى مئات الالاف من الافدنه الصالحه للزراعه اللي يمكن للفلاحين المصريين هم يروحوا يزرعوها. 120 مليون فدان. فاذا يعني العالم كله ممكن ياكل من السودان. ياكل من السودان. فاحنا اهدرنا هذا السودان بحماقه وعدم درايه وعدم اكتراث في سبيل ان احنا نستنى على الكراسي في مصر. عبد اللطيف البغدادي بيقول ان عبد الناصر كان في هذه الفتره بدا يضيق بالنقاشات داخل مجلس قياده الثوره، واعتبر ان فشل صلاح سالم في حل ازمه السودان فرصه ايضا للتخلص منه. هو طبعا كان خلص على محمد نجيب، والاخوان سالم دلوقتي اصبح ليس لهم القيمه، لهما القيمه القديمه، نعم، فان الاوان لان يتخلص منهما كما تخلص من الباقي. لكن الفكره انا يعني انا زعلت كل واحد مصري وطني ان يروح السودان بهذه الطريقه بعد ما خلاص يعني الحزب الاتحادي اللي محمد نجيب شكله، هو شكله هنا في مصر هذا الحزب الاتحادي، لانه كان عباره عن احزاب صغيره مبعثره، فهو جاب كل الاحزاب دي ووحدها في حزب واحد برئاسه اسماعيل الازهري، نعم، فكان هذا الحزب بقى اصبح في منتهى القوه، والسودانيين كلهم اقبلوا على الوحده مع مصر لانهم بيحبوا مصر ومصر بتحبهم. فكان محمد نجيب ده بيبص له على ان ده يعني العنايه الالهيه بعثته عشان هو يحقق الوحده بين مصر والسودان. فاذا بكل التناقضات اللي تحصل اللي هي تؤدي الى فشل الوحده، اولا شيل محمد نجيب، نعم، والتخلص منه، ثانيا ما حدث للاخوان المسلمين من اضطهادات عنيفه، ما ايه الحاجات 54 في هذا في هذه الفتره الاخوان المسلمين بعد حكايه حادث المنشيه قبض عليهم، ويا ريت قبض عليهم وبس، ده قبض عليهم وحصل لهم
عذاب ويعني حاجات يشيبوا من هؤلاء الولدان. فالسودان سمعوا الكلام ده كله قالوا الله، يعني إذا كانوا عملوا في الناس دي بالشكل ده بتوعهم مصريين عملوا فيهم كده وعملوا في رئيسهم محمد نجيب كده، يبقى احنا هيحصل لنا ايه؟ طبعا احنا لا يمكن نتكلم. يعني هذه الاشياء كان لها انعكاسات على رغبة السودانيين بالانفصال. السودانيين بعد ما كانوا يعني بيقدسوا مصر وعاوزين يتحدوا معاها وفرحانين جدا، ونفس المصريين فرحانين جدا بالسودان. نعم. انما حصل ان بعض التصرفات اللي هي بعدت السودان عن مصر، ان صلاح سالم بدل ما كان بالدبلوماسيه يقدر ان هو يعني يخلي الازهري يتماشى مع مصر، وهو كان راجل ماشي وكويس وكل حاجه في الاول، اما انقلب الازهري وعمل تصرفات لا يعني ضد يعني الوحده ما يصحش يعملها، كان المفروض ان صلاح سالم يحاول بالطرق الدبلوماسيه ان هو يقربه تاني من مصر لو كان مؤهل، لكن غير مؤهل. انما راح هو بقى سلط الاعلام كله لشتيمه اسماعيل الازهري والنيل من اسماعيل الازهري، وبعدين قعد كان محمد نور الدين ده كان سكرتير الحزب، فهو وضع كل يعني همه ان محمد نور الدين ده يبقى هو ده اللي معانا ويشيل الازهري، لكن هذا ما كانش ممكن. فلما عملوا الجمعيه العموميه هناك للحزب الاتحادي كان قله موجوده راحت فاصله الازهري، فقعد صلاح سالم في الاعلام المصري في الراديو في كل حته يذيع ان الازهري ده اتشال وانه اصبح لا قيمه له، وانبسط جدا ان هو نال من الازهري. وفي الحقيقه بقى ان اللي قعدوا الاقليه دي مش هي دي الحزب. نعم. فجت الجمعيه العموميه الحقيقيه الاكثريه فصلت محمد نور الدين. نعم. وظهر المصر الحقيقي، وجاء بقى اسماعيل الازهري يقول لهم هل ترضون، انا رحت لمصر جيت بجزمه كاوتش في مصر. نعم. وانا جيت من السودان وانا لابس جزمه كاوتش، وانا كل عظم كتافي لحم كتافي من مصر، لكن هل ترضون ان احنا يتعمل فينا هؤلاء الضباط يعملوا فينا كده؟ يا سلام. يقول لهم لا، على طول يهتفوا يقولوا لا. ده هو السبب الحقيقي. وبعدين اتقال في مجلس الثوره ان السودان، يعني حتى نفس صلاح سالم قال ان السودان يعني اذا اتشال محمد نجيب ده هيؤثر قوي علينا في السودان، فجماعة عبد الناصر لم يكترث بهذا، كان كل همه الكرسي، انه احنا نستنى، احنا هنا اهم ده من السودان وغير السودان. فللاسف الشديد ما كانش يجب ابدا يشيل محمد نجيب. طب هو شاله ليه؟ لم يكن يملك حاجه خالص محمد نجيب في هذا الوقت، يعني بعد ما كان رئيس وزاره، بعد ما كان رئيس جمهوريه اتشال، وبعد ما كان رئيس وزاره اتشال، واصبح رئيس جمهوريه بلا سلطات وقاعد في قصر عابدين. طب ما تسيبه لغايه ما تخلص حكايه السودان، لكن لا، لازم يمشي. فمشي. فطريقه شيله كمان، طريقه القذف بمحمد نجيب المشينه، وبعدين التعذيب اللي حصل للاخوان المسلمين بطريقه مروعه على جريمه لم تقع، فكل دي خلى السودانيين يقولوا ايه ده؟ احنا رايحين فين؟ فبداوا يقلبوا للوحده ظهر المجال. وبعدين اهم حاجه كمان ان صلاح سالم لجا الى موضوع الفلوس، دي عاوز اقولها لك، دي مهمه جدا، رشوه الناس السودانيين. فاصبح صلاح سالم باعت شنط مليانه فلوس من اموال الشعب، من اموال الشعب، ويقعدوا يفرقوها على ناس منتفعين ولا لهم قوه ولا حاجه. كان هو معاه واحد اسمه ابو نار، كان السكرتير بتاعه صلاح سالم، فعمالين يبعثوا رشاوي. الطريقه دي يعني ايه؟ يعني مدمره. ليه؟ لان اصحاب الوحده الحقيقيين لا يشتروا، ما بقوش يتكلموا، خايفين لو اتكلموا وايدوا مصر يقولوا ايوه ده قابض، واخد بالك؟
وبعدين الناس المنتفعين اللي ما خدوش فلوس قالوا اشمعنى احنا ما خدناش فلوس، فاصبح الناس كلها غضبانه، يا اما الناس المؤيدين مش قادرين يتكلموا، والناس اللي ما خدوش فلوس عمالين سائرين ليه ما خدناش فلوس. فطريقه الفلوس دي كانت مدمره، وللاسف هو اتبعها بشده وفاكر ان دي بقى اللي هتخليه ياخد. عبد الناصر اعلن تاميم قناه السويس، اندلع العدوان الثلاثي على مصر في نهايه اكتوبر 56. عبد اللطيف البغدادي وصف في مذكراته صفحه 337 كيف كان عبد الحكيم عامر يدير المعركه، هو القائد الاعلى للقوات المسلحه. هو طبعا يعني كان من ضمن الانتقاد العنيف اللي حصل لعبد الحكيم عامر بعد حرب 56 ان هو ادار المعركه بطريقه سيئه، وانها كان مؤهل يدير معركه، ما كانش مؤهل اطلاقا انه يدير معركه، لان هو ما حاولش ان هو ينمي معلوماته بعد رتبه الرائد. يعني احنا نمينا معلوماتنا، رحنا خدنا بعثات في الاتحاد السوفيتي، رحنا خدنا فرق في اكاديميه ناصر، هو ما حاولش ينمي معلوماته، فهو بيتكلم بنفس المعلومات اللي عنده لما كان رائد وكان في حرب فلسطين، نفس الطريقه، فما عندوش بقى البعد الاستراتيجي ان هو يعمل ايه ويسوي ايه. طبعا مش يعني ما عندوش هذه الكفاءه ولا التجربه. وقعت هزيمه عسكريه لمصر في 56 طبعا، كيف تحولت الى نصر سياسي؟ لان يعني من حسن حظ مصر وحظ عبد الناصر ان امريكا وايزنهاور في هذا الوقت كان هو رئيس امريكا من ناحيه، ان هو ايزنهاور وجد ان انجلترا وفرنسا يعني خرجوا عن طوعه، لانه هو كان معتبر ان الشرق الاوسط ده بتاعه، يعني انه حل محل انجلترا، ملء الفراغ، سياسه ملء الفراغ. فبص لقى ان الجماعه دول يعني عملوا هذه العمليه في السر وما قالولوش عليها. نعم. فغضب جدا وصمم على انه لازم يعني يديهم درس، ولولا هذا كان الانجليز والفرنسيين احتلوا مصر بقى تاني لمده كبيره، وما الله اعلم كان هيمشوا ازاي. في الفصل الرابع عشر من مذكراته كنت رئيسا لمصر، روى نجيب كيف ضرب واهين وتعرض للموت اثناء حرب 56 على يد بعض الضباط الحاقدين. طبعا احمد انور تحدثوا عنه كثيرا كرئيس للبنوس السياسي، هو ده اللي قاد عملية القبض على محمد نجيب وحطه في المعتقل، ومحمد نجيب قال لك كان بيتصرف كأنه في معركة حربية، حاطط الناس وحاطط المدافع الرشاشة بتاع ايه ده. وبعدين لما جاء العدوان الثلاثي خدوا محمد نجيب نقلوه 700 كيلو جنوب مصر، ودوه في الاول نجا حمادي، وبعدين ودوه في قرية في سوهاج اسمها طمع، قعد فيها لغاية أما انتهى العدوان. وللأسف يعني كانت العملية، أحمد أنور ده كان حاطط واحد هناك ضابط، وكان أحمد أنور بقى كثير من الضباط الصغار تزوجوا من بنات البشوات اخواته، عشان كل واحد يتقرب ليه وعشان يروح البوليس الحربي ياخده. فواحد من هؤلاء بقى في طمع وقال له تستنى لغايه ما هندي لك كود، اول ما الانجليز هيوصلوا الكاب هنكلمك بالكود اللي هنقوله لك تصفي محمد نجيب. كانوا يخشون ان يعود محمد نجيب مره اخرى رئيس الجمهوريه. يعود ازاي؟ هل الانجليز محتاجين لمحمد نجيب عشان يجي وهم يعلموا انه راجل وطني ولا يمكن؟ بينما كان في مئات موجودين حاقدين على الثوره. طب ما يجيبوا فاروق، ما يجيبوا الدنيا كلها. ايه نجيب؟ ايه اللي هيجي ده؟ رغم الهزيمه لم يستطع عبد الناصر ان يحاسب عبد الحكيم عامر على ما حدث في 56. ايوه. وطلب جمال عبد الناصر ابعاد قائد الطيران صدقي محمود، ولكن رفض عبد الحكيم عامر. عبد الحكيم عامر امهله، قال له يعني نسيب شويه عشان الناس ما تقولش حاجه، وبعدين تغاضى عن الموضوع. مش بس صدقي محمود، يعني كان في ناس تانيين
من القادة الكبار، كان عبد الحكيم عامر معروف انه بي بي يعني بي ماشي بطريقة شيخ البلد والعمدة، بحيث ان دول رجالته. انت حينما وجدت الضباط بدأوا يتصارعون قررت ان تبتعد وطلبت منهم ان ترحل وان تذهب الى سوريا كملحق عسكري في سوريا ولبنان والعراق والأردن في 4 دول. ما طبيعة المهمة التي كلفت بها أو قمت بها بالضبط؟ أنا ما فكرتش أن أروح غير بعد ما شفت أن أنا أعادي في خطورة علي. إزاي كان في خطورة عليك؟ لأن أنا كنت جنب محمد نجيب ومعروف أن أنا أركان حربه، وبعدين أنا دلوقتي مدير مكتبه في الأول خالص، وأنا اللي كنت بعمل كل التطهير والتنقلات والحاجات دي، كنت ولو هم لو جابوا هم الوثائق اللي موجوده في القلعه وشافوا المده الاولى كان هيلاقوا كل الحاجات اللي صادره من محمد نجيب مكتوب فيها بالامر ورائد اركان حرب جمال حماد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحه، يروحوا يدوروا هيشوفوا هذا الكلام. فانا وجدت ان انا يعني وضعي محرج جدا، لأن أنا أجي أنصح محمد أجيب بحاجة وأقول له ده غلط ما تسمعش الكلام ده، وأبص ألاقيه جايب لي ورقة مبعوثة منه بالكلام عكس اللي أنا قلت له عليه. وبعدين لقيت نفسي إن أنا بقى هبقى في خطر، لأنه هيقولوا إن الراجل ده بيكرهنا وعدونا ومش معقول نسيبه في مكانه ده. بس أنت ما كنتش محسوب على جمال عبد الناصر؟ لا، ولا على محمد، كنت محسوب على محمد نجيب. على محمد نجيب، وكان صحيح صديقي عبد الحكيم عامر، بس عبد الحكيم عامر الى حد ما يقدرش يتدخل اكتر من كده. انت عملت ايه لما رحت مجلس قياده الثوره لقيتهم مدمرين صور محمد نجيب ممزقينها ده في ازمه فبراير؟ نعم، في ازمه فبراير كان كنت انا في دمشق، وحصل ان انا جيت مصر عشان اقول لهم على الاحوال اللي موجوده في الشام، واطلب منهم ان هم لا يهاجموا الاحزاب اللي هناك ويقولوا عليهم عملاء، عشان ان هم يعني عاوزين يمجدوا او يدافعوا عن الشيشكلي. اديب الشيشكلي، ايوه نعم، وهو ديكتاتور وبيعمل قمع وشده وشموليه فظيعه. نعم، فانا لقيتهم هم الاعلام بتاعنا كله بيساعد الشيشكلي ضد الزعماء دول، فانا بعت لهم برقيه قلت لهم لا تهاجموا الزعماء دول وتؤيدوا الشيشكلي، لان ده ضد رغبه الشعب السوري. نعم، وبعدين طبعا دي التقطت البرقيه دي التقطت، والشيشكلي بقى مش قابل يشوفني بعد ما كان أعز أصدقائه في نظره، وياخدني معاه في كل حتة. لما راح حلب خدني معاه بقى يكلمني في التليفونات، يعني حصل صداقة بيني وبينه. بس أنا ما لقيته بقى إنه راجل ديكتاتور وبيعمل كده قمع في الشعب السوري، فأنا تخليت عنه على طول وقلت لهم هذا الكلام في البرقية. وبعدين أما لقيتهم ما بردوش عليا رحت جاي بنفسي من غير إذن ولا حاجة، ونزلت على مصر بس، ورحت قلت لهم هذا الكلام. كان مين اللي قلت له؟ قابلت مجلس الثورة كله، قعد مجلس الثورة في المبنى بتاعه، وكل المجلس قاعد، ومحمد نجيب على رأسه، وأنا في الناحية التانية قاعد، وقعدت أقول لهم على كل ما يحدث في سوريا. وبعدين لقيت إن في همس كده وبتاع يعني نوع من الضحك، لأن لقوا إن أنا بتكلم كأني بتكلم على مصر. وبعدين محمد نجيب صدرت منه كلمة، قال لي الله انت بتتكلم على سوريا ولا على مصر؟ ايه اهم الحاجات اللي قلتها؟ قلت لهم القمع والسجون والظلم والطغيان وكله، قلت لهم على كل حاجة، قلت لهم هناك بيحدث كذا وكذا 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 وكذا، فبقى يبصوا لبعض يعني احنا ما عندنا كده، واخد بالك؟ وبعدين انا قلت لهم الشيشكلي ده مش هيستنى كتير في مصر في سوريا، الناس كلها بتكرهه ومش مش هيمشي. نعم، مش هينفع. فزكريا محي الدين، وانا فاكر هذا قدام التاريخ انا اقوله، فزكريا محي الدين قال لي لا الكلام ده مش صحيح، انا معلوماتي ان الشيشكلي قوي وهيقعد تماما في سده الحكم. الكلام ده منين جايبه؟ من السعوديه.
لان السعوديه كانت بتؤيد محمد الشيشكلي وكانوا لهم اتصال بمصر. فقالوا لهم ده الشيشكلي كويس قوي واخد بالك. ووصل الامر ان انا اتفقت مع جمال عبد الناصر قلت له انا ما اقدرش ارجع دمشق تاني بعد الشيشكلي ما عرف ان انا ضده. قال لي طب انقل مكتبك الى بيروت. وبعدين تاني يوم على طول وابص الاقي اطيح بالشيشكلي ان الشيشكلي اطيح بيه وحصل انقلاب ضده وغادر سوريا. شوف قد ايه بقى. انا قلت شوف ربنا. انا بقى لما رحت قبلها بعدها يعني بيوم لقيت صوره محمد نجيب يعني عكسينها وتمثاله رميين ومش عارف ايه يعني حسيت بمنظر وحش قوي. قلت ايه ده. وبعدين رحت لجمال عبد الناصر كان في اوضه النوم طلبني فرحت له قلت له شفت بقى لما قلت لك ان الشيشكلي هيقع اهو وقع اهو في ساعتها. قال لي لا برافو عليك كويس انك انت يعني واخد الموقف تمام. هل هم ارسلوك الى سوريا حتى تبدا في ترتيب مجموعه من الانقلابات لا سيما عندك خبره وانت كاتب البيان رقم واحد؟ لا ما افتكرش يعني ان احنا كان كل يوم والتاني في انقلاب في سوريا. ايوه بس هو ما كنتش يعني بترتب الحاجات دي. انا مش معقول اروح هناك عشان اعمل انقلابات في بلد تانية. هو عبد الناصر اصلا بدا يرتب سلسله من الانقلابات في المنطقه وبدا يسعى لتغيير بعض انظمه الحكم ويصفها بالتخلف والرجعيه. هو يعني هو للاسف ان يعني بعض الناس هناك افتكروا هذا الكلام فبقوا يعني يحاولوا يهموا الناس ان انا هعمل انقلاب هناك مع اكرم الحوراني بتاع نعم البعث نعم وكتبوا كده في جريده من الجرايد ان قاده الانقلاب يجتمعون في مش عارف في شتوره في شتوره او بتاع وقالوا ده جمال ح جمال حماد ح حوراني ح كان واحد اسمه حمداني مدير المخابرات نعم. قال لك دول الثلاثه بيجهزوا الانقلاب في سوريا. ومن العجيب ان مصر صدقوا قال لك انت رايح تعمل انقلاب من ورانا. لكن في شيء تاني مهم ايضا وجدته في كتاب صبحي عبد الحميد اسرار ثوره 14 يوليو تموز في العراق. قال انه التقى بك سنه 53 وانك انت عرضت عليهم يعني لو وصلت الى نص الكلام قال انك عرضت عليهم ان مصر ممكن ان تدعم ثوره ضد الملكيه في العراق. ده حصل صحيح. حصل من غير يعني تعليمات ولا حاجه. ازاي قول لي. يعني انا كنت مدعو ان انا احضر مناوره الجيش العراقي في كده جبل اسمه رواندوز. أيوة. كانت الفرقه الثانيه الجبليه كان عندهم فرقه جبليه اشتغل في الجبال وكنا بنركب البغال عشان نطلع. نعم. وركبت انا بغل فعلا وبتاع والملك فيصل ملك العراق وعبد الاله كانوا راكبين معايا ولنا صور مع بعض في هذه العمليه. نعم. فاثناء ما انا بقى كان في يعني قطار سكه حديد من بغداد الى الموصل. ده زي من هنا لاسوان. نعم. فكان في نوم فانا لابس البيجامه ونايم في الديوان ده. بصيت لقيت جاييني واحد اسمه اسماعيل عارف ده. نعم. كان ياور رئيس الاركان العراقي. طبعا انا كنت بتحاشاه لان عارف ان ده ماشي مع الناس دول الملك طبعا. نعم. وبتاع. فبصيت لقيته جاي لي ولابس بيجامه برضه وجاي يقعد معايا في الديوان وقفلنا البيبان قفل الديوان وقعد يسالني بقى انتوا عملتوا ايه في الثوره؟ عملتوها ازاي؟ فقعدت احكي له نعمل كذا وكذا وكذا. فهو بقى يعني انا ما يعني ما قلتلوش اعمل انقلاب ولا حاجه يعني الوقت بدات تصدروا الثوره فاحنا بس بنتكلم يعني. انا بتكلم بقول له يعني بيقول لي بنعملها ازاي؟ قلت له كده. ايوه كده. بس انت بريء ما عملتش حاجه دليته على الطريق بس يعني يفهم. لكن انا جالي ضباط والله من الاردن وقالوا لي برضو هذا الكلام نعمل عايزين نعمل انقلاب على الملك حسين. قلت لهم لا. انا بقى قلت لهم لا. قلت لهم انتوا هتعملوا خطوره شنيعه لان الانجليز عندكم في البلد واخد بالك. ما انت كان عندكم انجليز هنا لا بس يعني ديكها من الانجليز كانوا لان كان قائد الجيش جلوب انجليزي. نعم.
فأنا نصحتهم قلت لهم بلاش يا جماعة تفكروا هذا التفكير. محمد نجيب صفحة 156 يقول: لقد اخترق العسكريون كل المجالات وصبغوا كل المصالح المدنية باللون الكاكي، يعني الحياة بقى لونها كاكي في مصر. صحيح. أنت راجل عسكري، أعددت البيان رقم 1، استطعت أن تحرك اللواء التاسع السابع وتضمه للثورة، استطعت أن تضم العقيد أحمد شوقي بالكتيبة 13 وهي التي لعبت الدور الرئيسي في استقرار الثورة. ذهبت إلى سوريا بلد مليانة بانقلابات، قابلت العراقيين بيحاولوا يرتبوا انقلابات، وجيت راجع مصر ومعاك خبرات كبيرة جدا انقلابية، وفي نفس الوقت كنت محسوبا على محمد نجيب وليس على جمال عبد الناصر. كيف تعامل معاك عبد الناصر حينما رجعت؟ التجاهل التام. ألم تكن تخشى أن يتم إقالتك وإبعادك من الجيش مثل كثير من الضباط الذين كانوا موالين لمحمد نجيب؟ ما أنا لقيتهم فعلا أبعدوني. مين اللي خد قرار رجوعك؟ قلت لي أن ذهابك إلى سوريا تم برغبة منك وكلهم وافقولك على هذا، لأنهم عاوزيني أمشي، عايزين يبعدوك. يبعدوني. بعدين بقى رجعت بقى لأن أنا يعني رجوت صديق عبد الحكيم عامر أن أنا عاوز أرجع عشان أولادي في المدارس والحاجات دي بقى، وبعدين غبت مدة طويلة 5 سنين. يعني خلاص يا أمان وشرك كده، وعبد الناصر استقرت له الأمور. هو نسيني بقى، هو أنا قعدت في الجيش مدة نسيني خالص. لكن عبد الحكيم عامر بقى لما رجعت لقيتهم موديني وزارة الخارجية. أيوة، ما هم طبعا الضباط كانوا بيودوهم الخارجية، بيودوهم وزراء، بيودوهم سفراء، بيبعدوهم عن الجيش. المهم يبعدوك عن الجيش. يبعدوني عن الجيش لأن برضو أنت ممكن تعمل حاجة. ما هو دي للأسف اللي تعبتني وتعبت أولادي في كل حتة فعلا. يعني أيوة فضلوا خايفين منك. صاحب البيان رقم 1 ده يفضل يخوف دايما. فأنا والله أنا ما لا عمري فكرت أعمل حاجة ولا ضد أي نظام سواء في أي عهد من العهود ولا حاجة أبدا، لكن باستمرار في خوف أن أنا أعمل حاجة. أعمل إيه؟ أنا ما عنديش أي لقوات ولا حاجة، أعمل حاجة إزاي يعني؟ فأنا بصيت لقيت نفسي رايح الخارجية. عبد الحكيم حولك للخارجية. حولني للخارجية، أروح وزير مفوض في الأول يعني. فأنا رحت بقى لعبد الحكيم عامر وواجهته، قلت له أنت عبد الحكيم عاوز تخلص مني؟ قال لي أبدا، ده أنا فاكر دي رغبتك، لأن قالوا لي أنك أنت عاوز تروح، يعني أنت روح الخارجية. ده أنا عمر ما شفتش حد عاوز يقعد في الجيش، كل واحد بيجي لي عشان عاوز يروح الخارجية، عاوز يروح في منصب في أي حتة إلا الجيش. يعني أصبح الجيش طريق للوصول إلى المناصب العليا في الدولة. أيوة. طب ما هو النكتة كان أم كلثوم قالتها، قالت إن واحدة صاحبتها بتقول لها، أم كلثوم؟ قالت نكتة، قالت لها يعني ابني دلوقتي مش عارف أدخله فين؟ قال لها دخليه الكلية الحربية وبعد كده هو هينقي اللي هو عاوزه. فأنا قلت لعبد الحكيم بقى، قلت له لا أنا مش ماشي، واوعى تمشيني من الجيش، انا عاوز استنى في الجيش، انا ما اروحش الخارجيه، ابقى دخيل على الخارجيه، وانا ما احبش، انا راجل استاذ في الجيش، وانا الناس تلامذتي وبديهم محاضرات وحاجات عشان الاستراتيجيه والتكتيك والحاجات دي، فانا تبعدني عن الجيش ازاي؟ فانا عاوز استنى في الجيش لغايه ما اطلع بقى من اروح المعارك. كلامك ده ما كانش مقلق انك راجل بتاع تكتيك وبتاع استراتيجيه؟ هو بقى يعني عمل على اني كمان ما يكونش فيه اي خطوره مني. ازاي؟ لانه دلوقتي كليه حربيه، طبعا هعمل ايه؟ هاخد طلبه الكليه الحربيه واعمل حاجه؟ طبعا مش ممكن. فتره وجودك في الكليه الحربيه كبير للمعلمين. أيوة. سنه 57، كيف كان وضع الكلية الحربية والجيش في الوقت ده؟ أنا والله طبعاً ما كنتش يعني عندي معلومات كتير عن الجيش، لأن أنا كان كل همي الطلاب اللي موجودين في الكلية الحربية، وإزاي نعمل كلية حربية كلية عسكرية تماماً وبعيدة عن كل حاجة. لكن أنا لقيت علوي حافظ في كتابه مهمة السرية
بين عبد الناصر وأمريكا في صفحة 74 يقول إنه تحدث مع المشير عامر حول الفساد القائم بالجيش وكيف أن كثيرا من الضباط أثروا من مهمتهم بالذات بعد كده في موضوع سوريا، ومن القصور الملكية التي نهبوا محتوياتها أثناء جردها، ومن البيوت التي فرضت عليها الحراسة حيث نهبوا الذهب والمجوهرات والسجاجيد والنجف دون أن يستطيع أحد معارضة أو مقاومة ذلك. أنا يمكنني أن أؤكد لك إن اللي راحوا وخدوا حاجات من القصور الملكية واللي عملوا حاجات فساد لم يكونوا من الضباط الأحرار. يا فندم الضباط الأحرار قضوا عليهم في البداية، اللي كانوا ضباط المدفعية وغيرها، واللي راح السجن زي أحمد شوقي، واللي يوسف صديق فصلوه زي يوسف صديق، والرشاد مهنا، كل دول الضباط الأحرار خلاص هم أنهوا الضباط الأحرار ومسكوا البلد وجاءوا بهؤلاء الناس ومسكوهم. ما انا عاوز اقول لك ان هؤلاء اللي انت بتتكلم عليهم دول مين بقى؟ هم المنتفعين بالثوره. وانا ليا يعني شعار كده بقوله، تسمح لي ان انا اقوله لك؟ اتفضل يا فندم. اقول لك ان الثوره يخطط لها الدهاة ويقوم بتنفيذها الشجعان وينتفع بها الجبناء. ولذلك أقول لك إن أكتر ناس استفادوا من الثورة وانتفعوا بها هم الجبناء الذين هربوا ليلة 23 يوليو. إيه رأيك بقى؟ مين أبرز الجبناء دول اللي هربوا ليه؟ الفريق أول محمد فوزي لم يشارك في ثورة، لم يشارك في ثورة، كان هو ماسك قائد الضباط الأحرار في المدفعية وهو كان مقدم، وكل ضباط المدفعيه اللي اشتركوا من رتبه الملازم او النقيب، فكان هو بقى يعني مقدم، فكان يعني الوضع مستتب كويس كده ان محمد فوزي في المدفعيه. فجاء قبلها بثلاث ايام قالوا له خد بالك بقى ما تخرجش من البيت من الساعه 3 لغايه الساعه 8 واحنا هنعمل الثوره في الايام القادمه دي ضروري وبتاع. قال له انا اسف انا ما اقدرش ابدا اشترك في حاجه زي دي. فبعد ما قعد معاهم مده طويله في هو قائد المدفعيه في ضباط الاحرار، نعم، فده اضطرهم الى انهم يدوروا على واحد تاني برتبه كبيره في المدفعيه ويكون وطني وكويس ولو انه مش في ضباط الاحرار. فايه راحوا لمين؟ لعبد المنعم امين. راحوا له البيت وعرضوا عليه فقبل بكل ارتياح وبسرعه ودخل التاريخ. ومحمد فوزي اللي دخل التاريخ محمد فوزي ده أصبح رئيس الأركان، أركان حرب الجيش، وهو نفسه قال أن دي كانت مفاجأة ليا، أنا ما كنتش أتخيل أن هيخلوني رئيس الأركان، لاسيما أن هو تركهم ليوم أيوة الثورة ولم يشارك فيه، فعينوه رئيس الأركان. وبعدين بعد كده بعد هزيمة 5 يونيو هو كان رئيس الأركان. وطبعا حضرتك تعلم ان رئيس اي اركان حرب في جيش وبعدين الجيش يهزم يبقى رئيس الاركان ده ازاي؟ ربما يحاكم. لازم يحاكم. نعم. فاللي حصل ان هو اصبح وزير الحربيه الاول خالص القائد العام للقوات المسلحه، ثم بعد ذلك وزير الحربيه بيضم ديل دي، وكان اول مره يضمه القياده العامه للقوات المسلحه مع وزاره الحربيه، وبقى وزير حربيه مش بس. وعاوز اقول لك يعني ان في ستة نعم ضباط بنسبة الرائد كانوا مفروض دول من جماعة كمال الدين حسين. كان كل واحد من المدفعية من كبار ليه جماعة. نعم. فكمال الدين حسين كان عنده جماعة ستة. نعم. فايه رأي حضرتك بقى ان الستة دول ما جوش في ليلة 23 يوليو الستة؟ وبعدين اتنين وزراء واثنين محافظين واثنين مش عارف فين في حتة ايه على طول. اذا المنتفعين بالثورة، لان بقى عاوز اقول لك برضو حاجة، ان جمال عبد الناصر كان بيمارس النصيحة اللي قالها ميكيافيلي في كتابه الامير. ايه هي النصيحة؟ النصيحة قال ان الحاكم عليه ان يتخلص من الذين ساعدوه في الوصول الى الحكم. لازم يتخلص منهم، وبعدين يجيب مين؟ ناس من ليس لهم اي تاريخ او اي نشاط، ويخليهم دول
الأعوان بتوعه. وده بغض طبعا النظر عن مصلحة البلد فين، بغض النظر عن مصلحة الشعب، بغض النظر عن أي شيء، هو عاوز ناس يقول لهم يمين يمين شمال شمال. محمد نجيب له جملة في صفحة 349 من كتابه تتطابق تماما مع اللي سيادتك بتقوله، بيقول الذين قاموا بالثورة طحنتهم. أيوة. والذين نفقوها رفعتهم. هو بالظبط كده، ده اللي أنا بقوله لك. ولو قلت لك اعمل إحصائية، يعني لو حاولت انك تعمل إحصائية وامسك كده اللي دخلوا السجن واللي استغني عن خدماتهم واللي حددت إقامتهم من الناس اللي مكتوبين، انت عارف ان في ضباط الأحرار، ضباط الأحرار معمول قائمة بيهم، موجودة في المتحف الحربي. نعم. وموجودة في كل مكان. امسك القائمة دي شوف كم واحد منهم دخل السجن، كم واحد منهم حددت إقامته، كم واحد منهم شردوا وبهدلوا، واخد بالك؟ هتجد ان معظمهم حصل له كده، واللي خدوا الوزارة وبقوا وزراء وبقوا يعني اقرب الناس الى النظام الحاكم كلهم من الذين اما هربوا او الناس اللي نافقوا واصبحوا من المنتفعين. بس محمد نجيب في صفحة 356 يقول إن أصعب شيء على المرء أن يكتب أو يتحدث عن آلامه الخاصة، لكن هنا لا أكتب عن قضية خاصة، وإنما أكتب عن أسلوب الثورة في التعامل مع رجالها وفي التعامل مع الناس الآخرين. أكتب عن قضية ضرب الحريات وإهدار الحقوق وتحطيم كرامة الإنسان المصري، تحطيم كرامة الإنسان المصري على أدين الثورة. فإذا كان هذا ما حدث معي، مع محمد نجيب نفسه، وحدث أيضا مع العديد من رجال الثورة، فما الذي حدث مع الآخرين؟ أنا أكلمك عن شعوري الشخصي. أنا قبل الثورة كنت رائد أركان حرب سلاح المشاة، كنت بشعر أن أنا في قوي قوة غير عادية، وأن لي كرامة ولي، وكنت أي واحد من الضباط الكبار أما ألاقي أي غلط أواجهه، وياما ناس كتير زعلت مني من المواجهه بتاعتي دي. بعد الثوره بعدها بقى بمده بسنوات عديده بقيت لواء، حسيت ان انا بقيت لا شيء. لان ابص الاقي مثلا واحد زي شمس بدران، ده كان تلميذك شمس بدران، كان تلميذي، وكان تلميذ يعني على قد حاله، يعني مش من النوابغ ولا حاجه. فبصيت لقيت شمس بدران ده قاعد كأنه إمبراطور، لأن المشير عبد الحكيم عامر ساب له كل حاجة، اداله جميع سلطاته. سنأتي إلى هذا. فالراجل ده قاعد ولاقي اللواءات والأفرقة بيدخلوا يعظموه ويأدوا له التحية. وكان رائد. عشان هو رائد، وبعدين بقى مقدم، وبعدين ما بقى عقيد، راحوا معينينه وزير الحربية، قالوا عشان خاطر ان يعني لانه لقوا الانضباط راح في الجيش، ان اصبح واحد رائد ومقدم بيمشي الافرقه واللواءات والحاجات دي كلها. فحكايه اهل الثقه واهل الخبره هي اللي ضيعتنا في حرب يونيا 67، لان عملوا حركه تنقلات، وكل اللي مسك القيادات قبل 67 كلهم من عينه ناس. حتى يعني كان في حسين الشافعي كان رئيس المحكمة وبيسأل شمس بدران، وبيقول له انت، شمس بدران بيقول له احنا كان بيهمنا العدالة، ويهمنا ان احنا ناخد الناس كل واحد كويس نحطه في مكانه ومش عارف ايه. فالكلام ده مزبوط. نعم. قال له يعني طب هل تعتبر او هل تعتقد ان تكون عثمان نصار يقود فرقة مشاة، فرقة، هل ده كان يعني قرار صحيح؟ قال له ما تحرجنيش، تحرجنيش مش أنا، أمال مين؟ خد بالك، يعني ده بيجيب لك مثل أمثلة. إنما تصور أنت بقى أن كل القادة اللي كانوا موجودين في 67 كلهم من عينة عثمان نصار ده. سنأتي إلى هذا بالتفصيل. في فبراير عام 58 قامت الوحدة بين مصر وسوريا، وكنت ربما أنت من أكثر الضباط الأحرار خبرة بسوريا، أقمت فيها ما يقرب من 5 سنوات ورغم المسؤوليات الأخرى المتعددة،
كنت أتوقع أن تكون على رأس الضباط الذين ذهبوا إلى سوريا. في الحلقة القادمة أبدأ معك من الوحدة بين مصر وسوريا، كيف قامت وكيف فشلت. شكرا جزيلا سيادة اللواء. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى قصة ثورة يوليو من كاتب البيان الأول لها اللواء أركان حرب بجمال حماد، أحد كبار قيادات الضباط الأحرار. في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.